الله يسعد مسا الجميع بكل خير. معنا بندق لأحد الإخوة، وقبل نبدأ بالمشكلة والموضوع من جميع جوانبه، هذه بندق أحد الإخوان، أنا استأذنته بدون ذكر اسمه لأجل الفائدة تكون للجميع، وأذن لي جزاه الله خير. طبعا هذا بندقة جديدة نوع سي زد الار بي، للأسف الشديد صار فيها مشكلة كبيرة أدت إلى إنها ما تجمع إطلاقا. نقول بسم الله ونبدأ. طبعا البندق جديدة عسى الله يبارك لي فيها، لكن طرأ عليها مشكلة. المشكلة طبعا الرجل مجتهد وجاي ينظف البندق بخيط، وسحب الخيط ونشب الخيط داخل، فاضطر انه يجيب ممراض، عذرا يجيب مفك، ما هو ممراض، جاب مفك ودف الخيط لأنه كان عالق هنا في فوهة الحجرة، فكان يدفه وانزلق المفك وضرب طرف الحجرة. ايش اللي حصل؟ اللي حصل انها شففت، طلع لها زي الجرح. الجرح هذا سبب مشكلة كبيرة جدا، لأنك إذا جيت تدخل الطلقة يعض العبرود، الجرح هذا يكشط رأس العبرود زي ما تشوفون دقيقة، فصار العبرود هذا يجيه جرح جانبي. طبعا معروف خلاص إذا جاه جرح جانبي راح تختلف الدقة، وصار يعطي جرح كذلك في الظرف هنا، يعني دخول الطلقة بشكل كامل متشوهة، فصارت ما تجمع البندق حتى على المسافات القريبة. لذا يا أخوان نصيحتي قبل نبدأ بالفيديو ونبدأ بعملية الإصلاح، لأني إن شاء الله بإذن الله بخلي الفيديو هذا البداية اللي هو الآن الطرح هذا، وبعد ما نخلص معالجة البندق إن شاء الله بإذن الله عز وجل نكمل التصوير بحيث أن يكون فيديو واحد. اللي أحاول أني أوصه لكم يا أخوان من الفيديو هذا، لا تستخدم مع السلاح ممراض غير النحاس. الحديد مع الحديد يسبب مشكلة، والستيل والشغلات هذه تسبب مشكلة، لأن التعامل معها لابد يكون بحذر. لذا دائما حاول تستخدم النحاس لأنه آمن. كذلك نقطة مهمة، إذا كنت تشتغل في الكراون أو التاج الأمامي أو في الحجرة خليك حذر، المنطقتين ذي اللي أهم منطقتين، إذا صار فيه المشكلة تراها خلاص انعدمت عليك الدقة. الآن وش اللي بنسوي؟ الآن بنشتغل على البندق بشكل دقيق، بنفك ستوك وبنفك السبطانة لوحدها، ما راح نشتغل عليها مع الجهاز. طبعا أول ما نبدأ نفك المسمارين ذولي، مسمار هذا والمسمار هذا، ونطلع الستوك. الآن فكينا الستوك، بنفك الآن السبطانة من المسمارين ذولي، شفتم المسمار هذا والمسمار هذا هنا اللي مثبتاتها. فكينا المسمارين، نجي الآن ونطلع السبطانة بالسحب. طلعنا الآن السبطانة، الآن ما نحتاج الجهاز، هذه هي السبطانة. الآن نلاحظ هنا، لو نلاحظ ما فيه أي ملاحظة على، لاحظ ما تلاحظ أي شيء، يعني نادرا اللي ينتبه، لكن شوف الضربة هنا في الطرف هذا، هذه هي الضربة هنا. وزي ما قلت لكم لاحظوا الضربة، شفتوا الضربة؟ هذه هي اللي على الطرف، حاجة تافهة جدا ما تذكر، لاحظتم؟ لكن مسببه بروز، البروز هذا هو اللي مسبب المشكلة في ما شاء الله تبارك الله.
هو اللي مسبب انه شوف الضربة الثانية فوق، هو اللي مسبب مشكلة في جرح الطلقة أثناء دخولها. لاحظوا معي الآن، لاحظوا معي، شوفوا هذه الضربة واضحة، شفتوها؟ لاحظتم الضربة كيف واضحة؟ طبعا تحت تشوفونها الآن جاية تحت بالأسفل، هذا طرف السبطانة، وبالمنتصف الآن تشوفونها كذلك مع العدسة الثانية، يعني صورتين لها، صورة فوق بالوسط الآن وصورة تحت. لاحظتم؟ طبعا الحمد لله الحجرة نفسها ما فيها شيء، هذه سليمة ما فيها أي حاجة، والجروف كذلك ولله الحمد ما شاء الله، زي موسى الحلاقة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، سليم ما في أي شيء ما شاء الله. لكن مشكلتنا كلها هنا في الضربة هذه، هذه واضحة لا. ترى طبعا هذه هي ضربة واحدة، لكن نشوفها بالمراية ونشوفها بالكاميرا، يعني الآن بالوسط وشوفوها بالأسفل كذلك. هذه يا أخوان لا تحتقرونها. نجي الآن نجرب نحط الطلقة نشوف، لاحظوا المقاومة من هنا، مع العلم انها ماتش، ماتش يعني تدخل الطلقة الى الجزء هذا الربع جزء هنا تقريبا 2 ملي وتوقف لانها تستقر في الجروف. لكن من الان لاحظوا وقفت، شفتم كيف؟ يعني ما تدخلها بالقوة، ها الان عضت لها بشيء، والان تلاحظوا ها شوفوا، شفتم؟ شوف ادفها، شوف السبطانة كيف تتحرك كلها معي، شوف نشوف، شوفوا الجرح، لاحظتم؟ هذا هو الجرح، هذا لا احد يحتقره يا اخوان، هذا ترى هو اللي حس الدقة، لاحظتم؟ وإن شاء الله بإذن الله عز وجل أنها تزين وترجع الأمور أفضل مما كانت عليه. الآن ولله الحمد تم الانتهاء، ناخذ أي طلقة من هنا ولاحظوا معي، شوفوا شوفوا لاحظتم؟ طبعا الجزء هذا توقف، هي الماتش دائما توقف بالجزء هذا لان هذا خلاص وصل الجروف. لكن شوفوا قبل، بحاول نطلع واحده ثانيه ونرفع السبطانه فوق علشان تشوفون كيف الان بالشكل هذا، لعلنا نحاول نجيبها بشكل سليم ويكون التصوير واضح. حلو، الان لاحظوا نحط الطلقه ما شاء الله تبارك الله، لاحظتم؟ وانحلت المشكلة، والله يعطيك خيرها ويكفيك شرها رأيها. وانتبهوا يا اخوان، انتبهوا، الحذر الحذر من الحجرة ومن الكراون الأمامي، منطقتين ذي اللي أخطر مناطق في السبطانة ممكن الواحد يغامر فيها. الله يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، والله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.